السلام عليكم. اليوم نروح الولاية سيدي بلعباس لنعرفكم على هذه الإقامة الرائعة من إنجاز شركة أو مجمع حسناوي اللي نعرفوه، يعني نشط كثير ويعني متعامل اقتصادي وينشط في عدة مجالات في ميدان البناء وإنتاج مواد البناء، كذلك الرخام و الجبس الأبيض، ويعني أنشأ عدة منشآت ضخمة كبيرة جدا كمجمع سكني بالرياض واسمه الرياض بمدينة وهران، وعدة منشآت في سيدي بلعباس وتلمسان ووهران. إذن خليكم تابعوا هذا الفيديو الرائع اللي عن هذا المجمع السكني بمدينة سيدي بلعباس، واللي فيه في الوسط فيه مركز تجاري كبير في وسط المجمع السكني هذا. خليكم تابعوا الفيديو. السلام عليكم. Thank you.